بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. سيد الشيخ، أحد المستمعين يقول: سمعنا أن أحد المشايخ من أدعياء التصوف والطريقة عمل محاضرة سماها نظام الإسلام، قال فيها: والعياذ بالله، من نادى زوجته باسمها ومن نادت زوجها باسمه قال باللغة العامية تضرب من إله، لا هي مسلمي ولا هو مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. المسلم لما يسمع مثل هذا الكلام يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. صرنا في الزمن الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو زمن يصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، وتصدر أناس للتدريس والفتوى وهم ليسوا أهلا لذلك. وكلام هذا المتمشيخ ضلال وكفر، لأنه تكفير للمسلمين. من من المسلمين لا ينادي زوجته باسمها؟ ومن من المسلمات لا تنادي زوجها باسمه؟ بل هذا الكلام ينعطف تكفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان ينادي زوجته باسمها، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ترى ما لا أرى، يعني أنت تراه وأنا لا أراه. نعم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عائش بدون تاء، وأنه قال: يا عائشة بالتاء. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا خديجة، إن الله يبشرك ببيت في الجنة. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. سيدي، أخت سائلة تقول: ما معنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء؟ هذه الآية الكريمة معناها أن الرجال لهم سلطة على النساء، وهذه السلطة فيها سلطة التوجيه. نعم. لأن الرجال فيهم قوة الفهم، القوامة أي الرئاسة هو أولى أن يرعاها ويوجهها، لأن الرجال أقوى عقلا وأقوى في تحمل المشقة والصبر. نعم. لأجل هذا جعل الله تعالى للرجال قوامية على النساء، لأنهم أقوى عقلا وجسدا وغير ذلك. ولأجل هذا جعل الله النبوة في الرجال، ولا يوجد في النساء نبيات، بل يوجد صالحات كمريم وآسية زوجة فرعون. وآسية هي امرأة صالحة وكانت زوجة فرعون، لأنه في ذلك الوقت كان زواج المسلمة بالكافر جائزا في تلك الشريعة، ثم حرم هذا في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فينبغي للنساء أن يفهمن هذا ويقنعن ويسلمن لله تعالى، فمن سلم لله تعالى سلم. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، أخ كريم يقول: هل ينام أهل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى رفع من الجنة التعب الفكري والتعب الجسماني، لذلك أهل الجنة لا ينامون، لأنهم دائما في حال سرور، جسدهم مرتاح وفكرهم مرتاح. والنوم إما من تعب الفكر وإما من تعب الجسد، وهذا بفضل الله لا يحصل لأهل الجنة في الجنة. وفي الجنة لا يوجد غيرة ولا تحاسد بين الرجال والنساء، أهل الجنة قلوبهم كقلب رجل واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا،
وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة مع السابقين الأولين بلا عذاب. آمين آمين. الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة. آمين. فضيلة الشيخ، أخ كريم يسأل عن كتاب يسمى المكتوبات الربانية، ماذا تقولون فيه؟ هذا الكتاب فيه فتنة كبيرة، والعجب أن بعض الناس الذين ينتسبون إلى الطريقة النقشبندية يعتبرونه كأنه نزل من السماء. هذا الكتاب فيه إن الذين قاتلوا عليا لا ملامة عليهم، وهذا رد للنص. قاتلوا سيدنا عمار في النار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قاتلوا عمار في النار، وقال أيضا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. ومعلوم أن عمارا كان في جيش الإمام علي رضي الله عنهما، وقتله جيش معاوية، ولو علم بحال هؤلاء خليفة راشد لعاقبهم، لعاملهم بما يستحقون. ماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؟ رواه مسلم. فالخليفة الأول الذي بايعه أهل الحل والعقد، أي خيار الناس في العلم والعمل، وهو علي رضي الله عنه. فأي معنى لمبايعة معاوية مع وجود الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بارك الله بك. فضيلة الشيخ، أخ من خارج لبنان بعث بسؤال يقول فيه، ما الحكمة من كون النبي عليه السلام من أفضل قبائل العرب، وما الحكمة من عيشة الفقر التي عاشها أول أمره؟ هم الأنبياء عليهم السلام يبعثون من علية قومهم، ليكون ذلك وسيلة للإقبال عليهم وسماع كلامهم. الداعي إذا كان شريف النسب في قومه يكون ذلك أقرب وأعون لسماع دعوته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشرف قبائل العرب، من قريش التي كان لها الصدارة بين القبائل العربية، وكان عليه الصلاة والسلام أحلى الناس شكلا، وأحسنهم خلقا، وأجملهم صوتا. جمعت فيه صلى الله عليه وسلم كل المحاسن الخلقية والخلقية، وكان أشد الناس تواضعا، وهو صلى الله عليه وسلم مبارك، كل أجزائه مباركة. وأما نشأته يتيما وكونه في بداية أمره عاش عيشة الفقراء، فالحكمة من ذلك أن يكون نشأ عليه السلام على التواضع والصبر على القلة قبل النبوة، فإن التعود على التواضع والتعود على الصبر رفعة كبيرة عند الله. جزاك الله خيرا. آمين. أيضا سيدي، سؤال آخر، بعض الناس يقولون كلمات الكفر، فإذا نهوا عن ذلك قال أحدهم كنت أمزح، فماذا يقال لهم؟ يقال لهم المزح لا يخلص من الكفر. نعم. الله تعالى يقول، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا. فمن وقع في الكفر إن كان مازحا أو غضبان، كمن يسب الله تعالى أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بالشرع، يستهزئ بالصلاة أو بالصوم، فهذا وقع في الكفر ولو كان مازحا أو غضبان، وعليه أن يرجع ويتشهد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يقل أحد من العلماء إن من كان مازحا خلصه ذلك من الكفر، بل قال الأردبيلي صاحب كتاب الأنوار لأعمال الأبرار، لو قال الشخص أنا الله مازحا كفر، والعياذ بالله من الكفر.
أكرمك الله فضيلة الشيخ. سيدي، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: سمعنا أن الفرض الديني ينقسم قسمين، فرض يسمى فرض عين وفرض يسمى فرض كفاية، فما الفرق بينهما؟ نعم، الفرض في الدين فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو الواجب على كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس وصوم رمضان، ويوجد شيء من علم الدين يسمى فرض عين أيضا كعلم العقيدة وعلم أحكام الصلاة والصيام وما يحل من أعمال القلب وما يحرم، وما يحل من المال وما يحرم، وما يحل من النظر. هذا فرض عين على كل بالغ عاقل من رجل وامرأة من المكلفين. وأما فرض الكفاية من علم الدين فهو فرض على بعض المكلفين، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، فيجب وجوبا كفائيا أن يوجد من توسع في علم الدين في كل بلد، حتى إذا جاءه من يسأله عن أمور الدين يفتيه بذلك. ولا بد أن يوجد في المسلمين من يعرف الأمور التي يحتاج إليها لحفظ الدين والبلاد. هذا فرض كفاية كالحدادة ومعرفة الطب وكيف يصنع السلاح والحياكة والحراثة ونحو ذلك. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ بارك الله بكم. نختم حلقتنا هذه بما ورد في الحديث القدسي الذي فيه: يا دنيا، من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فأتعبيه. وهذا معناه من اشتغل بطاعة الله الله يسهل له أموره وأمور معيشته، ومن انشغل عن طاعة الله بالدنيا فمن شأنه أنه يتعب. فكونوا يا أحبابنا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا كحال أكثر الناس اليوم. الله يحسن إليك. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى.